هو كاين تما ومش بعيد عليك ولازم الناس تخصها في عدد المصالحه لانها كاينين لانه قرار مهم الدورة الاستثنائية اليوم اللي كان النقطة الأساسية فيها هو يعني الموافقة على مشروع إنشاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات اللي الأساس من التأسيس ديالها هو يعني تسيير ديال المرفق العمومي ديال الماء صالح الشرب والتصدير السائل والكهرباء والإنارة في إطار واحد الشركة جهوية واللي غتكون مشاركه فيها الدوله والمكتب الوطني للماء والكهرباء وكذلك مجموعه الجامعات اللي هي مكلفه مكونه من كل جهات من كل جامعات الجهه. والغرض من هذا الشيء كله هو تعميم الخدمه ديال الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل على كل تراب الجهه. وحنا عطيناكم واحد النبذه للعمل اللي كتقوم به الجهه في هذا الميدان لان هذا واحدة من الغايات الأساسية لبرنامج التنمية الجهوية هو يعني خاصة بالنسبة للعالم القروي وبالنسبة يعني المحيط المدن الكبرى أننا كل مواطنين ديال الجهة أنهم يكونوا عندهم الماء الصالح للشرب وتدريجيا كذلك كلهم يكون عندهم التطهير السائل. النقطة الثانية والثالثة كانت كتعلق بتعديل يعني اتفاقيات اللي كتهم البنيات التحتية الطرقية بالجهة خاصة في مدينة الدار البيضاء واللي من خلال هذا التعديل غادي يتم تسريع الإنجاز هذا المشاريع. والنقطة الرابعة كتتعلق بواحد المنشأة صحية مهمة التي تعنى بالصحة العقلية للمواطنين واللي هو مشروع كبير وبنيوي وكما تتبعتم التكلفة ديالو 300 مليون ديال الدرهم وهذا غادي يكون يعني مشروع فريد ومهم من نوعه باش ما نبقاوش نتكلموا على داك الترونسيس ملي كنتكلموا بكيفيه ايجابيه ديال المستشفى ديال الامراض العقليه. الا كاين شي حاجه اللي كتعلمنا حنا كنكملوا فيها وضطرنا فيها في الجهه.